هي الحمد لله. آمنة، وطبعا زي ما احنا قلنا وحضراتكم قلتوا من شوية، هي بتدي نوع من الحماية أو المناعة. صحيح ما بتمنعش الإصابة 100%، نعم لكن اللي بيجيله الإصابة وهو واخد تطعيم، على فكرة احنا عملنا أبحاث كلينيكية على الفرق بين اللي خدوا التطعيمات واللي ما خدوش، نعم ودراسة من منهم يدخل المستشفيات ومن منهم يحتاج الرعاية المركزة ومن منهم يحتاج التنفس الصناعي. اللي خدوا اللقاحات أقل بكثير جدا جدا من اللي ما خدوش. دي اهميه اللقاحات يا فندم. يعني احنا اكدنا على فكره انه من تلقى اللقاح مش معناه ان هو مش هيتم اصابته بفيروس كورونا طبعا لا قدر الله، لكن هي بتقلل من حده الاعراض وبتقلل كتير جدا من نسبه دخول المستشفيات.